على ضوء رفض المحكمة الدستورية طعن الحكومة، ما هي السيناريوهات القادمة؟ وهل خرجنا من عنق الزجاجة؟ أم أن الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت؟ لماذا يعتبر بعض الشيعة أن حقوقهم منقوصة؟ وهل باتت الورقة الطائفية الطريق الأقصر للوصول إلى المجلس؟ هل انتشر السلاح في الكويت؟ وما صحة الحديث عن وجود خلايا نائمة؟ هل دخلت الأزمة السورية في نفق مظلم؟ وما هي نتائج اجتماع جنيف بشأن الأزمة البحرينية؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في الحلقة القادمة من برنامج المنصة مع الناشط السياسي الدكتور عبد الحميد دشتي. المنصة مباشرة السبت الساعة 10 مساء بتوقيت الكويت.